الوجدان بنت سمان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصالي أننا ندخل ضيف من خلال هذه بيوتكم طيلة أيام شهر رمضان الكريم مع حصة وش حكايتكم مع الوجدان اليوم. ملك راح تقول لنا وشنو هي حكايتها مع الوجدان. مرحبا بك ملك. مرحبا بك نديب. الله يحفظك. اليوم راح ندير لكم واحد التحلية كنت دقتها ديجا مي كي عاود دقتها بالوجدان تفكرت بنت زمان، دونك حبيت نشاركها مع اعزائي المشاهدين. واش فيها فريمون المقادير اللي راح ندير بهم اليوم؟ وي دونك هنا عندنا لا شونتيي، نسحقوا مايزينه زوج مغارف، نسحقوا زوج مغارف تاع فلان كراميل، نسحقوا فنجان تاع سكر، نسحقوا هنايا مكسرات. حنا عندنا ليكستري تاع الكراميل، هذا كراميل، وعندنا الحليب والماء. دونك هنا نسحقوا نص ليتر تاع حليب ونسحقوا نص كاس تاع ماء. نص كاس تاع الماء. الماء هنايا راح نستعملوه سي مو باش نطلعوا لا شونتيي اون بودغ. نطلعوا لا شونتيي اون بودغ، نسحقوا ثانيك باش نخدموا مع السكر اكسيتيرا. من بعد تشوف فوالا. ونسحقوا بيان سيغ ثانيك اللي ما حنستعمل لا باتا تارتيني. لا باتا تارتيني نستعملها تاع شوكولا. راح ديري شوكولا بلون ولا ديري شوكولا جو نوازيت؟ جو نوازيت فوالا. لا باتا تارتيني الوجدان غنيه ب البندق ولا لينوازات دوق تاعها يفكرني في بنت زمان. الوغ ان شاء الله الديسير تاعك اليوم راح يعجبنا. بيان سيغ اعتمدت باش نستعملها باسكو صحيه اون بليس يقدروا حتى ياكلوها بارده بالمغرفه بزاف بنينه. كيما نقول لكم دائما لي برودوي الوجدان هي خاليه من الجلوتين، مواد صحيه بدون محافظات وبدون ملونات اصطناعيه. بلا ما نطولوا عليكم مشاهدينا الكرام راح ندخلوا مع ملك اليوم باش نشوفوا الديسير تاع نهار اليوم. باش راح نبدا بزاف ساهل وبزاف بنين. دوك تشوف بون نسحقوا كسرونه. أكيد لنا على سهل بزاف هدية على يعني بالي كل مشاهدات اللي راهم في رمضان مع الوقت يتوما دبيهم تحلية تكون خفيفة وسهلة. فوالا باش نبدأ نبدأ بسم الله بالحليب. نديره هنا الحليب عندنا نص ليتر حليب. فوالا عطيني مغرفة. بسم الله هنا راهم زوج معارف هيك. دونك هنا قلنا زوج مغارف تاع فلون. فوالا ونديرو مغرفة ونص ماشي معمرين مليح تاع مايزينا. فوالا هادي خليها ومن بعد نزيد نستعملها. نزيدو نستعملوها الوغ نخليوها هنايا. الوغ دوك نديرو السكر. بون السكر نستعملو فغيمون نص مغرفة اللي هي مغرفة صغيرة ديجا ديجا فيه حلو. السكر وراح نزيدو تانيك الشوكولا. الشوكولا هذاك رمضان دايما لازم نقصو السكر، نقصو الكمية. بون الشوكولا خلينا نستعملوها نخلوها من بعد. عطيني الفوي. اها نعطيك الفوي هكا نحطوها فوق الفرن ابتي فو حتى وين تعقد. تعقد لنا باسكو درنا لها لا مايزينا ولو فلون ثاني. فوالا الحين نحطوها على نار متوسطة حتى تغلي. حتى تغلي نعطي لك لي فيغين اللي ديريهم فيها. عطيني لي فيغين تاعي. دونك هنا لي فيغين كل واحد مشاهدنا الكرام يدير لي فيغين اللي يحب هو الشكل اللي عنده ولا كبار صغار كيما حبيتو. ها كنت قلتي لي باللي تنقصي من بعد ان كونتيتي من هاد وي نحطه وحده باش نطلعهم على شونتيي باش نطلعهم على شونتيي. دونك مشاهدنا الكرام قلنا دارت مالك نص ليتر الحليب، مغرف ماشي معمره تاع السكر، مغرف ونص تاع لا مايزينا، وزوج مغارف تاع الفلون كراميل. ونحطوهم فوق النار نخلطو بيان بيان سو، نحطوهم على نار متوسطه حتى تعقد. حتى تعقد ما بيد ما هي هنا تزين. فوالا ما بيد ما هنا راهي تعقد نزيدو نحكمو كسرونه واحده اخرى. اها ونوجدو الديكوجيل تاعنا. دونك هنا واش نسحقو؟ نسحقو نص كاس تاع سكر. اها مع نص كاس تاع ماء. نص كاس ماء عطيني نديك هي البيح. دونك ما نتعقد كميه السكر قد ما كميه الماء. الماء فوالا فوالا ونديرو عطر تاع الكراميل. بعد هنا مالك هذا واش راح ديري له؟ هذا نحطوه فوق النار كيف كيف. اها حتى يعقد ويشد روحو. ويشد روحو. مشاهدينا الكرام نزيدو ثاني لا مايزينا. فوالا دونك هنا مشاهدينا الكرام درنا نص كاس سكر مع نص كاس ماء ومغرف تاع عطر الكراميل. وش حنديروا رمايزينا مالك؟ حنا نديروا مغرفه بيان معمره. مغرفه معمره مليح باش يعقدنا. مشاهدينا الكرام نخليكم تروحوا فاصل نعاودوا نوليو باش تشوفوا تتمه تاع وصفه لنهار اليوم.
دونك البريباراسيون تاعنا اللي كنا درناها هي عقدت وهذا الديكوجا تاعي ثاني راه عقد شوك شوك لا فوالا واش باب عنده يبان كولور ميم ريحه تاعو راهي فريمون شابو وانا فتحت بطاطا طقتيني الوجدان اليوم وقيلا حنفطر عليها دونك هنايا شحال ندير غرفه كبيره غرفه كبيره دونك هنا ناخذ اون كويير اون بون كويير تاع بطاطا طقتيني الوجدان نديروها في لا بروميير بريباراسيون اللي كنا حضرناها مع بعض فوالا ونحرك بيان سور حتى وانا هنا واش ندير نجيب نزيد عليه هذاك المكسرات اللي عندي فوالا دونك هنا كل واحد واش يحب يدير كاوكاو ولا يحب يدير لوز ولا يحب ولا يدير ميلونج ولا كيما يحبوا فوالا نجيب قول لي يبارك نعم انت كيفاش داير في هذا رمضان اسكو راك تعاون الدار داير رمضان رمضان انا عندي كما كامل الايام برك عندي نعيه فيه صراحه نعيه في رمضان باسكو صباح نخدم والعشيه على بالك ندخل للدار بيد ما واحد يريح شويه ايتو نعاونهم انا في كوزينه في الدار صراحه نعاونهم والعشيه على بالك تراويح مور تراويح نزيدو نسهروا شويه مع الحباب والصحاب هذا اتاي هذا قاطو يقولوا لي وجدتو صباح جيبوا لنا العشيه نشربوا به الاتاي الوغ الوجدان راهي دايره حاله ماذا بك الا عطيتيه لي وعلاش لا وي بيان سور دونك هنا الديسير هذايا واش راح نديرو معاك؟ هنا نعمرو لي فيغين نعمروهم نص نعمروهم نص فوالا وهذا نخلوه يبرد شويه اكل انا نجيب اللوش سمي فوالا ونبداو نعمروهم ندير لك لاموتي ابيبخي فيهم لا موتي زيد شويه الفرق فوالا وانا نحكم ريسيبيان باش نطلع لا شانتيي ديالي ما تنساش برك تخلي لي شويه من هاد لو ميلونج باش نخلوه يبرد من بعد نزيدوه مع لا شونتي فوالا نمسحو هاد نمسحها شويه من على الانتيريور نحيو هادنا نزيدو لا دوزيام فوالا نتمنى انو مشاهدينا الكرام يجربوا الديسير تاع مالك ان شاء الله يعجبهم بيان شاء الله انا على حسب ريحه تاعو دوكا يبان بنين فوالا نورمالمون راهم كيف كيف راهم كيف كيف فوالا دوكا هكذا كيما راهم نحطوهم يبردوا شويه باش نكملوا نحطو لهم فوقهم لا بريباراسيون هادي دونك هنا كيما نعاود لكم مشاهدينا الكرام هادي نخليوهم حتى يبردوا يحكموا روحهم بيان باسكو شفتوا بلي فيهم لا مايزينا مع الفلون ومن بعد واش نديروا لهم الفوق نديروا لهم هاد لا بريباراسيون نديروا لا بريباراسيون كاراميل اللي درنا لها المكسرات اها وباش نكملوا لا فينيسيون تاعهم ولا لا ديكوراسيون تاعهم نخلطوا مغرفه مع هادي مع لا شونتيي مع لا شونتيي دونك هاد نطلعوهم جوست وحدهم ما نزيد لهم ني ما ني حليب ني والو والو دونك هاد واش بقى لنا هاد لا كونتيتي اللي بقات لنا تاع لو ديسير مع نص كاس تاع شونتيي نص كاس تاع شونتيي اكزاكتو هادي نخلوها حتى تبرد بيان سور تطلع لنا دونك عندنا لا بريباراسيون هادي مع لا شونتيي نطلعوها ونديروا لا ديكوراسيون نديكورو لا ديكوراسيون مشاهدينا الكرام انا دوك بقالي نقول لكم الا قوا اوفياء علينا ما تروحوش بعيد راح نحطوا الديسير تاعنا هذا انا وملك يبرد بعد نزيدوا له لا دوزيام كوش تاع كراميل انا نقدر نقول نوكا باسكو تالمون راهي شابه شوفوا لا كولور تاعها ولا كونسيستونس تاعها فريمون مانيفيك مام ريحه تاعها مام لو غو تاعها تشوف باش نحكي لك العشيه نشوف انا ندوق انا والجماعه يستناو باش قلت لي دي لهم العشيه نشوفوا واش يقولوا دوك هي وزهره جماعكم تستناو في ليفيرين مشيتنا كان نبقاو اوفياء لينا ما تروحوش بعيد نولي لكم بعد الفاصل عدنا لينا معكم مشاهدينا الكرام باش نشوفوا التحليه اللي حضرتها لنا شيف مالك لنهار اليوم واش تقول لنا مالك احكي لي انت انا نحكي لك انا الصوره كيفاش يقولوا الصوره غير قادره عن التعبير ولا كيفاش يقولوا الصوره تعبر عن حالها فوالا بنزيد شويه ديكوراسيون يعطيك الصحه توت فاصون ليكيب كاع راهم زاكي هو الاول قال لي هذه شغل راني نشوف فيها لا بريزونطاسيون برك تكفي الله يعطيك الصحه فريمون هايله هايله نتمنى انكم تجربوها انا نحب نبدا نفطر بها اليوم ان شاء الله توت فاصون شو تفطري عندي على بالك جماعه يستناو العشيه ليكيب دير لنا شويه كاوكاو اها ندير لكم قبل ما ديري الكراميل ولا لا دير شويه وانا فوالا شويه برك كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام هذيك لا شونتي بعد ما بردت لا بريباراسيون زدنا لها لا شونتي وطلعناها شوفوا لا كولور تاعها كيفاش تجي ومام لا تيكستور تاعها تجي مليحه
لا فينيسيون على فين شويه هذوك لي كونكاسي اللي عندنا مع اون بتيت توش تاع مالك من فوق بالكراميل. هنايا خصنا غير اون بتيت كويير ونقولوا لها بسم الله بعد الفطور ان شاء الله. مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحه اللي راكم اوفياء لينا، ونتمنى انه الحصه تاعنا راهي تعجبكم والوصفات اللي رانا نحضروها انا ومالك نالت اعجابكم. ان شاء الله تجربوها، وخاصه تجربوها بمنتوجات الوجدان اللي راهي متواجده في كل الاسواق الجزائريه، وعلى بالي بلي كل العائلات الجزائريه يستعملوها، وما كاين حتى واحد اللي يقول لك بلي نستغنى على الوجدان خاصه في شهر رمضان. نقول لكم يعطيكم الصحه، صحه فطوركم وصحه فطورك انت تعالي، ونتلاقاو في الحصه الجايه. الحصه الجايه غدوه ان شاء الله، مع تحضير ولا طريقه جديده ان شاء الله. في سلامه.